مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقي مجددا وكشعاع النور ننفذ إليكم محملين بأخبار المدينة وحكاياتها وقضاياها، محاولين أن نصبغ الحياة بألوان أجمل. فأهلا ومرحبا بكم في برنامج أهل المدينة. تشاهدون في هذه الحلقة: مسعى بين المنطقة المنسية حكوميا والمحرومة خدميا. والإبل عالم مسكون بالأسرار والدهشة. أمير عبد الله الفنان الذي عشق العود وأدمن عزف الأوتار. أن لفظة المطر عند العرب سوء وضرر، ولكن الغيث خير ونعمة. فعاليات وأنشطة في جولة إخبارية سريعة وفقرة أسبوع المدينة. اطلع محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي على الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. المحافظ وخلال زيارة تفقدية لمبنى البنك المركزي في كريتر أشاد بقرار نقله من صنعاء ووصفه بالقرار الحكيم والشجاع، الذي قال أنه سيمثل نقلة نوعية على مختلف الصعد في عموم المحافظات اليمنية. قرار رئيس المشير عبد الرب منصور هاري بهذا القرار الشجاع، وهنيئا للشعب اليمني جميعا. تفقد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع غسان الزامكي مصلحة خفر السواحل، واطلع على حجم الأضرار التي طالت المبنى جراء الحرب الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. وأكد الزامكي على دور المصلحة في تأمين المحافظة بحريا، مشددا على ضرورة إعادة تأهيل ما دمرته الحرب كأولوية ملحة وعاجلة يتطلبها العمل الأمني في المصلحة. تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله سالم لملس سير العملية التعليمية في مدينة عدن ومدى الانضباط المدرسي في بداية العام الدراسي الجديد. وحث الوزير الإدارات المدرسية والتربويين على أهمية الانضباط وتحمل مسؤولياتهم الوطنية في توفير الأجواء الملائمة لنجاح العملية التعليمية والتعاون مع الحكومة في مواجهة الصعوبات التي تمر بها البلاد. وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن وفد طبي تركي في طريقه إلى محافظة تعز لمعالجة جرحى المقاومة الشعبية والجيش الوطني. ويتكون الوفد التركي من 9 أطباء متخصصين ومساعدين، ومن المقرر أن يقوم بمسح ميداني لإقامة مستشفيات متنقلة بمحافظتي تعز وعدن لمعالجة جرحى الحرب. تسلم 61 طفلا وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية المعلى معونات كسائية مقدمة من جمعية الفجيرة الإماراتية كأول نشاط خيري للجمعية في عدن. النشاط ووفقا للقائمين عليه يستهدف جميع الجمعيات والمراكز الخاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في عدن. في هذه الحلقة هي عن الفقر والبؤس، عن منطقة مصعبين الواقعة بين مطرقة قلة الحيلة وسندان إهمال الحكومة. لنتابع. في منطقة مصعبين التي لا تبعد كثيرا عن مديرية دار سعد شمالي عدن، ترتسم ملامح البؤس والحرمان في حياة المواطنين وتتجسد المعاناة بكل تفاصيلها. لا أثر للتنمية المجتمعية في هذه المنطقة التي يقطنها أكثر من 300 أسرة تعيش تحت خط الفقر، وجل أربابها يشتغلون بالأجر اليومي. يعتمدوا على الزراعة وتربية المواشي، أما الموظفين قليل جدا. ما توظيف صعب عليهم، أصبح صعب. والتطبيب كل ما يروحوا لا يدرسوا إلى كلية الطب، بعض منهم من الطلبة الجيدين والفتاة الجيدات يروحوا إلى كلية الطب ويحصلوا صد امتحان قبول ويحصلوا صد منه، يروحوا بهم لهم سنتين يسووا محاولتين ما فيش فايدة. وحدة شيء تدرس عندنا الطب تجي الأولى من صف أول إلى ثانوية علمي،
وللأسف الشديد يرفضوها، روحوا بها. تنحصر مصادر الدخل على تربية المواشي وبعض المشغولات اليدوية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. نحن داخل قلب عدن، والمدينة علينا دار ما دار، ما فيش عليها أي اهتمام. في قلب مدينة عدن وغريب مش بعيد، بس إهمال الدولة والحكومات المتعاقبة سنين بعد سنين، حكومة بعد حكومة، ومطالبات مستمرة وما فيش استجابة. يعاني سكان منطقة مصعبين من تردي الأوضاع الصحية بسبب مياه المجاري الراكدة بعد تعثر مشروع الصرف الصحي وتفشي الأمراض والأوبئة. عملوا بيارة هنا، شوفها هذه خطيرة، هذا مستنقع خطير جنب مدرسة على الطلاب، لو قال طالب هنا وفلت هنا بينتهي خطر الأمراض ملاريا. لم تكن منطقة مصعبين بمنأى عن قذائف ميليشيا الإنقلابيين في حربها على عدن، وهذا الجامع أحد الشواهد الواضحة على حجم الدمار الذي خلفته الحرب في هذه المنطقة المنكوبة. المسكن قديم وزيارة قذيفة، شوفه قدامك. يشكو الأهالي من غياب دور السلطة المحلية، ما جعل المنطقة منسية حكومياً ومحرومة خدمياً وتفتقر لأبسط مقومات الحياة. ما في صحيح عندنا، إذا واحد يسيده قبره يروح للشيخ عثمان ولا دار سعد. الناس تعابة، ما فيش واحدة صحية، يعني يروح يتداوى تحصل البيت كله بعد مرض، الثاني الثالث تحصل الأسرة بعدها كلها مريض، تخص لك آلاف وناس ضباحة، بعض على رواتب رمزية وبعضهم على الجمال وعلى الحيوانات وعلى الذ، حالتهم تعبانة. في كان على أساس واحدة صحية بيصلحونا في عام 2004، للأسف الشديد وما حولوها إلى منطقة المحاريق، هي كانت مخططة من الأمم المتحدة هنا. رغم قسوة الحياة يحاول الأهالي هنا التكيف مع الواقع الراهن أيا كان بؤسه، أملا في غد أجمل يتمنون ألا يصبح مستحيلا. أستاذ محمد ناصر الشاذلي، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. نتحدث اليوم عن منطقة مصعبين، منطقة الفقر والبؤس، أين هذه المنطقة من خدمات الحكومة ومن السلطة المحلية وغيره من الخدمات التي يجب أن تقدم لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة وعلى ملامسة واقع هذه المنطقة المتواجدة في أطراف مدينة عدن ومحافظة عدن الحبيبة. حقيقة الأمر نحن كسلطة محلية نبذل قصارى جهودنا لأجل القيام بواجبنا تجاه أبناء هذه المحافظة البطلة، وهذا حق أساسي من حقوق أبناء هذه المحافظة وسكانها. ومنطقة مصعبين هي من المناطق التي تقع في أطراف المحافظة، ونشعر أيضا بأن هناك شبه تقصير، ولا نقول تقصير، ولكن لظروف كبيرة، لظروف ما مرت بها عدن في الآونة الأخيرة، نحن أمام معضلة حقيقية. ولكن التقصير هو لم يأتي منا، وإنما قد يكون نتيجة الواقع الذي نعيشه اليوم نتيجة الظروف الصعبة. خاصة أن منطقة مصعبين يعني المصائب التي فيها هي منها فترة طويلة جدا. فترة طويلة بالضبط، لا نريد أن نحمل الآخرين، نحن طالما قبلنا فعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا الآن، ولكن حقيقة الأمر هي مشاكل متراكمة من سنوات طويلة، والآن ويحق للمواطن الآن أن يطالبنا فيها، ولكن أيضاً الحلول نحن لا نمتلك إمكانية أن نحل الأمور كلها بشكل سريع وفوري، إنما نعد وبشكل قاطع. وأنا متأكد من أن الأخ، وهناك توجيهات مباشرة من اللواء عيدروس الزبيدي بأن نهتم كثيراً بمثل هذه المناطق التي حرمت من الخدمات لسنوات طويلة. نعدكم أن نبذل قصارى جهودنا، وأشكركم جزيل الشكر على فتح مثل هذه الملفات التي تمس المواطن والخدمات التي يجب أن تقدم للمواطن. المواطن كما عليه واجبات أيضا له حقوق يجب أن تؤديها السلطة، أكان في إطار الحكومة أو أكان في إطار السلطة المحلية. سنلامس هذه المنطقة، سنوجه المرافق الخدمية بالنزول مرة أخرى، وأنا متأكد أنهم متواجدين، ولكن سنوجه وسنتابع
وبالذات بخصوص المياه والصرف الصحي، أيضا الصحة، التربية والتعليم. أيضا سنحاول أن نفتح باب المنظمات الدولية لمساعدتنا في إعادة الحياة إلى طبيعتها، وأنا أقصد هنا في مجال الخدمات إلى هذه المنطقة التي يستحق أبنائها كل الاهتمام والرعاية. نعم، هذه قد تكون هي الحلول التي ذكرتموها، ولكن صحيح كلامكم أن الشكل الفوري والقاطع قد يكون هذا صعبا في ظل الظروف الآن التي يعيشها البلد وتعيشها الحكومة، ولكن بادئ ذي بئد، بأي حل ربما يبدأ أفضل بالنسبة لمنطقة المصعبين؟ يعني هل ستبدأوا مثلا بقطاع التعليم أو الكهرباء أو ماذا بالضبط؟ قطاع الكهرباء هو قطاع يعني عام يشمل كل محافظة، هم مرتبطين بشبكة يعني، فأنا يعني الحل سيكون ضمن الحلول التي يمكن اتخاذها في إطار المحافظة بشكل عام، ولكن سنحاول أن نوجه مكتب التربية والتعليم بالاهتمام بهذه المنطقة، أيضا سنحاول أن نوجه صندوق النظافة، الصرف الصحي. على ذكر الصرف الصحي، عندما نزلنا إلى منطقة مصعبين هي تواجه الكثير من المشاكل الصحية بسبب المجاري الراكدة هناك، وعندهم أمراض تقريبا ليست موجودة في عدن. سنوجه وسنعمل على تحسين هذه الخدمة بشكل فوري، هذا أنا أعد فيه إن شاء الله في القريب العاجل أن نوجه المختصين وبالذات مدير عام مديرية دار سعد، وأيضا المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المنطقة الثانية في قطاع الصرف الصحي، سنبعث بمهندسين إلى هناك لمعالجة مثل هذه المشاكل بالإمكانية المتاحة، ولكن كما قلت هذا حق من حقوق أبناء هذه المنطقة، ونعد أن تسمعوا خيرا بالذات في قضايا الصرف الصحي، على الأقل أن يكون هناك فارق من بعد هذا اللقاء، وسترون فارق خلال الأيام القريبة القادمة بإذن الله، وهذا هو المهم، أن تنزلوا وتعالجوا وتطرحوا مثل هذه القضايا لجهة الاختصاص، وعلى جهة الاختصاص أن تتابع، وأنا من الآن أوجه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لرفع تقرير فوري ومعالجة، ليس تقارير، ولكن نحن الآن ومعالجة وضع المجاري في منطقة المصعبين. نعم، كذلك منطقة مصعبين الناس يشتكون من عدم وجود مجلس محلي يلجأون إليه. هم الآن بإمكانهم العودة إلى، لأنه ليس بعيدين عن دار سعد، فالمجلس المحلي هناك هو المشرف، ولكن سنبحث منطقة مصعبين تابعة إداريا، سنبحث هذا الموضوع، سنبحث هذا الموضوع مع الأخ المحافظ مع السلطة المحلية، وسنرى إن كان هناك إمكانية لمثل عمل مثل هذه الأمور، سابق لأوان والحديث عن مثل هذا الشيء، ولكننا الآن سنبحث أن نجد لهم على الأقل ممثل في السلطة المحلية في المديرية، في إطار المديرية، لينقل لهم، لينقل صوتهم، لينقل المعاناة، لينقل الاحتياج في مختلف المجالات الخدمية، وهذا حق من حقوقهم. إذا رجعنا إلى الخلف قليلا، على من تعولون الإهمال الذي وصلت إليه هذه المنطقة طوال السنوات الماضية؟ يعني اليوم الحكومة وهي معذورة إن قالت أنها في ظل أوضاع وهناك عندها أولويات، ورغم أن المواطن هو يعتبر من الأولويات الهامة، ولكن على مدار السنوات التي مضت على من يعول هذا الإهمال الشديد الذي وصلت إليه المنطقة؟ كان هناك مخطط واضح لضرب الخدمات في عدن من قبل النظام السابق، الذي بالفعل عمل على إيجاد تدمير البنى التحتية بشكل مدروس، ونحن الآن في مرحلة إعادة بناء مثل هذه الخدمات، إعادة تحسينها، لأنه وجدنا في الحقيقة أن هناك عمل منظم لضرب الخدمات في مدينة عدن، والحمد لله لم يستطيعوا تنفيذ كل ما كانوا يريدوه، لأن الله معنا ومع الحق دائما، وأيضا ثم بفضل أرواح الشهداء الذين ضحوا ورووا هذه التربة الطاهرة بدمائهم، والآن واجب علينا
ليس كمسؤولين، ولكن الواجب يجب أن يكون على كل أبناء وسكان هذه المدينة البطلة، لأن الحلول في مدينة عدن أنا قلتها وأكررها بأن الحلول حلول مجتمعية، وبالذات في الجانب الخدمي. إن ساهمنا جميعا وساهم المجتمع في إيجاد الحلول سنتجاوز كثير من الصعوبات. هذا لا يعفي الحكومة ولا يعفي السلطة المحلية من تحمل المسؤولية، ولكن أيضا يجب أن يشعر الجميع بحجم مسؤوليته تجاه إيجاد حلول لمسألة الخدمات. على سبيل المثال الصرف الصحي كما قلنا الآن بالنسبة للمجاري في كثير من المناطق، المواطن يتحمل، لأن المواطن هو جزء الذي يرمي المخلفات في خلف البيوت، يعني يتسبب في سد المجاري ويرمي، يعني يتحمل هذا المواطن. إذا التزم لن تجدي مثل هذه المجاري تطفح في الشوارع، وإذا التزم بالنظافة، إذا التزم بما عليه، فلن تجدي مثل هذه الأمور. صدقينا أنه كثير من مثل هذه الأمور هي نتيجة عدم تحمل المواطن لمسؤوليته تجاه هذه المدينة عدن. وهذه فرصة أن أقول عدن أعطت لنا جميعا، والآن فرصة أن نعيد لعدن الجميل هذا بأن نقدم ولو الجزء البسيط لها في أن نلتزم ببعض اللوائح وبعض القوانين وبعض الأنظمة. أنا أعرف معاناة الناس كبيرة، وأنا هنا لا أتكلم كلام تجميل أو كلام شيء، أعرف أن المعاناة جميلة وكثيرة ومعاناة صعبة، الناس تعاني، ولكن نحن متفائلين بالله أولا ثم بقدرتنا جميعا على الخروج من هذه الأزمة بخير، بتكاتف مجتمعي يجعلنا جميعا نكون شركاء حقيقيين في إعادة البناء في عدن. نعم، على ذكر إعادة البناء والإعمار، منطقة مصعبين مثلها كباقي مناطق عدن نالها من الحرب ما نالها من يعني قذائف وتدمير بعض المباني والمباني التي فيها وكذلك المساجد، أين وصل ملف الإعمار وما حاله في هذه المنطقة تحديدا منطقة مصعبين؟ ملف الإعمار أعتقد أنكم متابعين لهذا الشيء، و سيغطي الملف أهم المساكن والمباني التي دمرت وفق أولويات تقوم بها اللجنة المكلفة من قبل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ المحافظة، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية. أعتقد أن الأمور صحيح هي بطيئة بعض الشيء، ولكن نتيجة الظروف المالية الصعبة، ولكن هناك مبلغ رصد لأجل البدء في تنفيذ مسألة إعادة الإعمار، وستكون هناك خطوات ستقوم بها اللجنة. هل موضوع إعادة الإعمار يعاني من نقص الميزانية؟ هناك مشاكل؟ أتوقع هناك بعض المشاكل المالية، ولكن هناك في تحريك للجمود اللي حاصل في هذا، وأتوقع أن يكون هناك حل قريب على الأقل، يعني أن يبدأوا ثم يبدأوا يناشدوا الدول المانحة. بكل تأكيد تواجد الحكومة سيكون له عامل ودور إيجابي إن شاء الله، وهذا ما نأمله. نعم، وهذا ما يأمله الشعب اليمني وما نأمله في عدن بالذات، أن تكون الحكومة متواجدة معنا في عدن، فهذا معناه بأنه جزء كبير من المشاكل يجب أن تتحمله الحكومة، وهي قادرة على تحمله إن شاء الله، وما عودتها إلا رسالة واضحة بأننا سنبدأ صفحة جديدة، صفحة إعادة بناء، صفحة إعادة ما خربته الحرب، وإن شاء الله تسير الأمور بخطى ثابتة. والآن البنك المركزي في عدن، وهذه أول الخطوات الحقيقية التي ستساعدنا كثيرا وستساعد المنطقة بالذات، ونحن الآن نتكلم عن منطقة المصعبين، ستساعد إن شاء الله، وسنرسل هذه الرسالة، يعتبرون ملزم بأن أوصل هذه الرسالة، رسالة أهالي مصعبين إلى الحكومة. نعم، وهذا هو الهدف الرئيسي من هذا اللقاء أيضا. عودة إلى المواطن ومسؤولية المواطن، الرسالة التي ترغب في أن تقدمها إلى المواطنين في الموجودين في منطقة المصعبين؟ أولا أحييهم حقيقة الأمر، وأنا أقدر الأوضاع الصعبة التي يعيشوها، وأقدر الكثير من الحرمان الذي عانوه في مسألة الخدمات بشكل رئيسي، ولكن الرسالة التي أقولها بأننا معهم،
وسنكون إن شاء الله إلى جانبهم. وهذه فرصة لأن أرتب أن أقوم بزيارة لتفقد أحوالهم بالقريب العاجل وأنقل همومهم ونساعد على حل القضايا التي نستطيع أن نحلها والتي لا نستطيع أن نحلها سننقلها للواء عيدروس الزبيدي الذي أقول جازما بأنه لن يبخل على هذه المنطقة كما لم يبخل على أي مناطق هذه المحافظة البطلة في تقديم العون والمساعدة. وأيضا هي دعوة نقدمها لدولة رئيس الوزراء المتواجد حاليا في عدن على المساهمة وحث الجهات المختصة الجهات الحكومية المختصة على النزول إلى هذه المنطقة وتفقدها ورفع معاناة الناس هناك الذي يستحق كل الخير، وهم ناس مغروسين في جذور تلك المنطقة ومن أبناء يعني وهم من سكان عدن القدماء. بالضبط، هم من سكان عدن القدماء الذين أحبوا المنطقة وعاشوا فيها ولم يتغيروا بطباعهم وتقاليدهم، ونعد إن شاء الله أن نكون خير من يرسل هذه الرسالة للجهات المختصة. هل يمكن أن مثلا تكون هناك خطة وتشكل مثلا مجلس من منطقة المصعبين أو أشخاص يتم التعامل معهم باعتبار أنه لا يوجد مجلس محلي تلجأ إليه منطقة المصعبين؟ بإمكانهم أن يشكلوا مجلس يمثل يجب أن يكون هذا تحت ظل إشراف حكومي. بكل تأكيد لن نسمح إلا أن يكون تحت إشراف حكومي، ولكن أيضا نعم، وكذلك اللي يسبغ عليه صبغة يعني صبغة الشرعية، وتستطيعون أن تتواصلوا مع هذه المنطقة وتعرفون ما احتياج. فكرة طيبة، ويعني ينسقوا مع مدير عام مديرية دار السعد أو أي جهة حكومية أخرى، ونحن سندعم هذا الشيء وسنتعامل معه بشكل إيجابي طالما أنهم يمثلون الأهالي وطالما أنه الهدف فقط هو خدمة الأهالي ورفع مستوى الحياة في تلك المنطقة، فسنتجاوب معه بشكل كبير جدا إن شاء الله. نعم، الأستاذ محمد نصر الشاذلي وكيل محافظة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، وعانكم الله على أداء مهامكم وأعمالكم. مشاهدينا، يبقى الأمل معلقا إلى أن تجد منطقة المصعبين منطقة الفقر والشقاء، الأيادي التي تمتد إليها ماسحة عنها غبار الشقاء. سمعنا منذ الصغر بأن الإبل والجمال تعلم الصبر والتجلد لما لها من مقدرة على تحمل الجوع والعطش. عالم الإبل والجمال في عدن حكايتنا لهذه الحلقة، لنتابع. حياة الإبل مليئة بالأسرار، ومعها تتشكل ملامح حضارة ممتدة منذ مئات بل آلاف السنين. في شمالي عدن وغربها تتواجد مزارع الإبل، وبالتحديد في منطقة بئر فضل بالمنصورة، وفي منطقة مصعبين التي تبعد عن منطقة دار سعد 2 كيلومتر. تربية الإبل في مدينة ساحلية كعدن مهنة يتقنها البدو فقط، وهي بالنسبة لهم أسلوب حياة توارثه الأبناء عن الآباء والأجداد. وعايشين وعدنا زغار وحنا وسط الجمال، ورثنا عن الجد عن الجدود. الجمال أول قبل الصباح قصب روتي وعصار، وبعد الظهر برد زية وماء وترعى، وذاك تظلي داخله كل ساعة بالعاجة مرتاح لاني اشتغل فيهم عدنا صغير.
لم يتخلى رعاة الإبل عن هذه المهنة رغم أشكال التمدن والعصرنة التي تحيط بهم. سواحة في طبيعة لا تقهر، كأهم حيوان تحمل مشاق الصحراء ووعثاء السفر قديماً وحديثاً. فالإبل كما قالوا مراكب العرب وطعامهم، وهي أكثر البهائم شحوماً وأطيبها لحوماً وأرقاها لبناً وأقلها غائلة وأحلاها مضغة. وفي هذا الفناء ينعكس نمط التفكير والعيش لدى المجتمع البدوي، فهم ورغم حياتهم القاسية إلا أنهم يعيشون حياة أخرى طليقة بفكر غير مقيد بنظم المدينة وأنماط التحضر. التفاصيل الأكثر أهمية هي تلك الطقوس والعادات المرتبطة بعلاقة وثيقة بين الإبل ومربوها، وتلك اللغة المتبادلة بينهم، وهي تجسيد للارتباط الوثيق بين الإنسان وهذه الأنعام. الجعان قد يعترف، الشبعان يعترف، وضروري ما تفرط في أكله، ولما يموت ابنه تصيح عليه، تقس عليه، تحن 3 أيام، سنة يجلس ابنه، أول تركب عليه تجلس سنة حامل. بعد السنة بعدها توضع في السنة، تلق السنة حقها توضع فيها، وبعدها تربي 5 شهور، بعد 5 شهور تمسك الابن الثاني، وعلى كذا. تربط الجمل بالجمال علاقة حميمة لا تستطيع أن تتلمس جمالياتها إلا إذا عايشتها عن قرب. إذا أمعنت النظر في حياة هذا الحيوان التراثي النادر، ستجد هناك من الأسرار والخفايا ما يغريك بقراءة ومتابعة الجديد في سلوكه وأسلوب حياته. ذكاء الإبل وخبرتها في المراعي يجعلها قادرة على تشيم البرق ونزول المطر ولو كانت بينها وبينه مئات الكيلومترات، كما أنها من أندر الحيوانات في حب موطنها الأول. فالناقة تترك القطيع وتعود إلى وطنها ومراتع صباها دون أن تخطئ الطريق مهما طال بها الزمن. إذا ما جلست رعاة الإبل ستتعرف أكثر عن حياتها المسكونة بالدهشة، وستكتشف مقدار حنينها وشعورها الصادق بالخطر قبل وقوعه وتنبؤها بالسفر والترحال. إنها كما يقال الحيوان النبيل الذي لا يضاهيه في النبل حيوان آخر. جمال حقود ولا لبقته؟ والما لبقت صاحبته بيصير معك زي ما الجاهل كذا، تربيه يربيك انت وبهلك، من ما حد اذاك ما حد اذاك، يحرسك عاد ليش السبع بياكلك ولا هرشي ولا حد، ها ما يخلي حد يقربه. تلتقي الحياة مع الفقر في جغرافيا تبدو قاسية وعسيرة عن الاجتياز، إنه فضاء مسكون بالدهشة والحيرة،
مهما كان بؤس الحياة فإنه يبقى فيها جزء ما يمنحها قيمة خالدة متحدية كل شيء، وذاك سر الوجود بكامله، ليبقى عالم الإبل أطروحة معمقة داخل الزمان والمكان، عالم يضع لنفسه حيزا مستقلا لا يقدر واقع التمدن على محاصرته. أجي من دار سعد لقرية المصعبين عشان هذا اللبن. اللبن يعني مفعوله مليح، أي شخص معانا مريض نستعمل له لبن إبل، يعني يكون فيه بوس كري، يكون فيه بوسفار، سلطان. أمي كمان كانت مريضة في بعض مرات بالدماغ، كنا نستعمل له لبن إبل في حق الوزر. هذه الناقة الهائجة لا أحد بمقدوره الاقتراب منها واحتلابها، وهي حالة تعيشها الأم كلما فقدت وليدها، إلا أن للجمالة طريقتهم الخاصة لتهدئتها. ويكمن السر في هذه الأعواد الخشبية وحكايتها أنها تنصب على الشكل الذي يبدو، ويلف العمود الأفقي منها بجلد وليد الناقة المتوفى، وتبقى الناقة على مقربة منه تشتم رائحته وتسمح لهم بالحلب والاقتراب منها. هذه مات ابنها وقطعنا لها من الجلد وصله مشان تشمه تقول ان ابنها مكانه عايش. لما قطعت لها ما خلاص ما عاد بتحتلب، ولا عاد لما تركب عليها وتمسك بتضرب عليها وتمسك بالثاني خلاص تقنع، وده حامل تقنع من ذا تقدر به. يشكو مربو الإبل من متاعب تراقب حياة إبلهم بظهور أمراض وبائية تقتل أعداداً كبيرة منها بسبب ضعف الخدمات البيطرية. الأمراض كثير، منها مرض القدري اللي احنا نقول له الغرحة، ومنها الحربي يجي تحت اللسان، ومنها القلب يمص الماشية، ومنها الشعيور يقع في اليد ولا في الرجل تحت. هذه شوفها واحدة قدامك، هذه كانت مريض تمتص ما رجعت زي الهوك، سيخ حديد تحميه بالنار وتكوي على المرض، حيث ما تشوف المرض انت تكويها. الإبل في هذه القرية ترتبط عفويا بالمناسبات، وذلك جزء من عادات وتقاليد المنطقة في الأعراس، حيث تتبارى الإبل وتشارك العرسان فرحتهم بطريقة المحف. تقام مواسم لسباق الهجن، وهي رياضة عربية أصيلة مارسها العرب في الجاهلية والإسلام، وتوارثها الأجيال على مر العصور والأزمان. إنها طقوس شعبية تجسد بقاء مهنة تخلى عنها الكثيرون، واحتفظت بها أسر معينة وحافظت عليها من الاندثار كواحدة من ميراث الأجداد.
تاريخية تبدو خالدة ربطت الإبل والجمال بالإنسان العربي وخاصة في شبه الجزيرة العربية، فهي تبدو رمزا من رموز العروبة باقية ببقائها. نشأ في منزل تعود على الفن وسماع الطرب الأصيل، فأحب العود وتعلمه، فكان لنا لقاء مع الفنان والملحن وجه المدينة لهذه الحلقة أمير عبد الله. عشق الفن والغناء منذ الطفولة في أسرة اعتادت على سماع الطرب العربي الأصيل. الفنان الشاب الموهوب أمير عبد الله بدأ حياته الفنية متأثرا بموسيقار اليمن وفنانها الكبير أحمد فتحي. أحب العود وأدمن العزف على الأوتار، متخذا في ذلك منهج الاعتماد على النفس وحبه الكبير للغناء والطرب الأصيل. والله أنا من أسرة ليست فنية، بس العائلة يعني ما شاء الله سميعين. يعني وأنا كنت صغير كانوا بالعصر تعرفي يعني وقت القيلولة يعني يشتغلوا في البيت كرايمي وذا، فيفتحوا موسيقى طرب، أغاني قديمة، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، أحمد قاسم، يعني الفنانين الكبار كلهم. فمع الوقت الأذن أصبحت موسيقية، ما كنتش متوقع أنه عندي صوت. يعني اكتشفت في المدرسة، لما كنت في المدرسة فكانوا يقولوا صوتك حلو صوتك حلو، هذا بالنسبة للصوت. بس بالنسبة للعود، العود هو له قصة. يعني كنت في 2002 تقريبا معزوم في مقيل، طبعا أنا ما خزنش، بس حضرت في جلسة في بيت الملحن أحمد باقتادة، طبعا هو أستاذ قدير وكبير وملحن كبير، فعزمنا في جلسة وما كنتش عارف من الحضور. فكان الحضور الأستاذ أحمد فتحي والعملاق محمد سعد، ويعني كانوا موجودين في الجلسة، وكنت أنا يعني ما أعرفش أعزف عود. فلما بدأت الجلسة كده تحلو، فالأستاذ أحمد فتحي أخذ العود وعزف، فتفاجأت أنا يعني لأول مرة أشوف واحد يعزف بدل أسلوب الخيالي، يعني حاجة خيالية. فتحديت نفسي فقلت ليش أنا ما أعزفش عود؟ إن لم أكن أخلصت في
أمير هواية وليس مهنة، فثمة الكثير من المعوقات التي تقف أمامه وتحول دون احترافه للفن وممارسته كمهنة. أتعلمت العود إذا أقول لك ما بكذبش عليك يعني لوحدي، بس اللهم خليت واحد صديق لي يعزف عود فقط يضبط لي أوتار العود، وبعدين من تضبيط أوتار العود إذا في واحد فاهم بالعود بيعرف إنه هنا البداية كيف تعرف تضبط العود، وبعدين جلست أخربش بالعود لما جبت الحان وعرفت إيش معنى العود، وحبة حبة تعلمت. طبعا هذه الفترة كلها كانت سماعية إلى أن جاءت 2013 بدأت يعني اشتري كتب موسيقية وتعلم المقامات، فتعلمت المقامات، لحنت بعض الأغاني لناس بحضرموت، طبعا الأغاني حق السمرات حق حضرموت خصوصا أصحاب سيئون ما شاء الله هناك يعني ناس يعشقوا الفن. متأثرا بالفنان الكبير أحمد قاسم، أحب أمير اللون العدني في الغناء، وقلد الكثير من الفنانين في تجربة ساهمت إلى حد كبير في تشكيل موهبته الفنية وقدمته كعازف متمكن للعود. اترك الماضي وعود، ليش طولت الجفا لامتى بس يا عنود، جدد ايام الصفا واترك الماضي وعود، ليش طولت الجفا لامتى بس يا عنود، ايش دي جاب العداوة بيننا واحنا سدود، ايش دي جاب العذاب بيننا واحنا سدود، من الفنانين يأسف أمير لما يعانيه الفن والفنانين في اليمن من تجاهل وعدم رعاية واهتمام، فالكثير من الفنانين يعانون الإهمال والبعض منهم لم يكرم إلا بعد وفاته. أعرف شباب كثير مبدعين بالعزف حق على آلة العود، بس المشكلة يعني للأسف أنا رحت اسكندرية في 2014 وقلت نحن مش أقل منهم، يعني بس لو يوفروا مكان للشباب يجتمعوا فيه أسبوعيا يمارسوا فيه جميع النشاطات من شعر من رقص من موسيقى العزف على الآلات من غناء، لو فقط بس هذه وفروها صدقينا يمكن لو في معنا مسرح وطني يمكن يحصل فيه عرض أسبوعيا للأعمال اللي يعملوا لي بروفات داخل هذا المكان اللي يجتمعوا فيه زي ما يحصل في إسكندرية، بس للأسف ما فيش دعم لهذه المواضيع، ونتمنى من الجهات المعنية إنه تعمل حاجة للشباب الموهوبين، ما نقولش لنا نحن خلاص، يعني أنا أشوف نفسي قد عدت نص العمر، معيك شباب بالعشرينات وناس عندهم إمكانيات، يعني حرام هذه المواهب تدفن، يعني كفاية اللي الكبار اللي راحوا وماتوا ما عرفوا بقيمتهم مع احترامي إلا بعد ما يروحوا، ونحن ما نشتيش هذا الموضوع يستمر. عدن قبلة الفن، يعني لو تروحي الخليج لو تروحي الدول العربية يعني يعرفوا انه عدن بحكم موقع الاستراتيجي الهام، يعني جميع الثقافات فيها، الثقافة الهندية الافريقية ده غير الالوان المحلية اللي عندنا، يعني شيء غريب حتى في ايقاعات مش موجودة في العالم. يأمل أمير من الحكومة أن تولي الفنانين قليلا من الاهتمام باعتبار ذلك جزءا من اهتماماتها الوطنية والثقافية، فاليمن كما يقول بلد الفن والحضارة، ولا ينبغي أن تكون بيئة طاردة للفنانين ومقبرة للموهوبين.
قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، ويبقى الخير دائما في الأرض وفي معدن الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة. إلى اللقاء.